قول اليوم ضمك أدى مباراة جميلة تحديدا في الشوط الأول، يستحق أن ياخذ النقاط، يستحق هذا الثبات على كافة المستويات. لكن أنا بالنسبة لي أخطاء الحكم السعودي المحيرة والفاضحة والمكشوفة أصبحت متكررة. شوف، وأتحدث عن هذا الموضوع في لقطة وأداء رجولي طرد على إثرها لاعب نادي الفيحة اليوناني، وما كان طرد مستحق، كانت منافسة رجولية على الكرة وما كان فيها استخدام قوة مفرطة، واعتبرني في اللحظة هذه خبير تحكيمي من جد أتكلم زين. أنا ما يهمني أبداً 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 أنه حكم يتخذ قرار بجزء من الثانية، يصفر ويطلع الكرت الأحمر، يصفر ويلغي هدف بحجة الأوفسايد، يصفر ويأكد على ضربة جزاء، ما عندي مشكلة. أجل، عندي المشكلة اللي يقول لك حشفاً وسوء كيلة. يعني يناديك حكم الفار، خلنا نفترض أنه حكم الفار قال له يستاهل الأحمر، ناداك، رحت أنت يا البلوي وشفتها. أنا سألت يمكن أكثر من خبير تحكيمي، كلهم أجمعوا على أن ما فيها طرد. هنا المشكلة، هنا المشكلة يا عبد الله. إحنا فقط الدوري السعودي الوحيد اللي الفار مو بنافع فيه، والله مو بنافع. فيا جماعة الخير، إذا إنه الأخطاء المؤثرة موجودة بوجود الفار، الغوا لنا ذا الفار وخلاص، خلونا نسلم ونؤمن إن الأخطاء جزء التحكيمية جزء من اللعبة. إنما حكم كذا حصلت في كذا مناسبة يرجع للفار وبعدين يتخذ القرار العكسي، مو معقولة. أقول للفيحة بصراحة لا، قول الرئيس لجنة الحكام لا يقرب عليكم ولا يقعد يشرح لكم ولا شيء، ولا رايح ينفع صوت ولا شيء، ولا تقدمون خطاب ولا شيء. لا رئيس ال قد راح، لا رئيس الفيحة هنا قال أبدا ما راح يعني أتحدث ولا أصدر بيان عن التحكيم. بس فيصل، مصيبة ذي أنك طرد لاعب في وقت قتلت المباراة، حتى على فكرة أفقد المباراة مسؤولية التكافؤ.